أسعد الله أوقاتكم أحبتي بكل خير، حياكم الله. حلقة جديدة من برنامج مع الناس. حلقتنا لهذا اليوم مختلفة، سندخل مكان خارج أنظار وأسوار حرية المواطن. هو سجن مصغر لكن مركز تأهيل وتطوير. لمن؟ لمدمني المخدرات. سندخل إلى مركز تأهيل مدمني مخدرات في قاطع الرصافة، هذا الموقع الخاص بالمتعاطين، متعاطي المخدرات. هذه الآفة الخطيرة اللي دائما حذرنا من عندها، ودائما الإعلام والوسائل الإعلام تتحدث عن خطورة هذه الآفة وهذه السموم الموجودة في بغداد. خلنا ندخل ونشوف، تعالوا يانا أحبة المشاهدين، نريد ندخل بداية هذا المدخل. عندما تدخل تنتقل من بساطة الحياة الخارجية إلى عالم آخر، إلى هو مركز التأهيل. مركز التأهيل محاط بهذه الحماية، مع محاط من الداخل بأفكار للقائمين على هذه المصحة، بين كوادر طبية تأهيلية تطويرية تعليمية موجودة. هذه هي الكوادر داخل هذه المصحة والمركز التأهيلي في قاطع الرصافة. حندخل ونشوف هذا العالم من الداخل مع برنامج الناس. نريد نتحدث عن تفاصيل المتعاطين، شنو اللي خلاه يوصل لهذه الحالة، وشنو وضعهم داخل هذه المصحات. خويانا اهلا بكم احبتي المشاهدين، حياكم الله. دخلنا الى هذه القاعه، واثناء وجودنا في هذه القاعه اتضح ان وجود يعني هذه الورشه او هذه المحاضره. وخلي نقاطع السيد المحاضر. سياده العقيد السلام عليكم. السلام. اسفين المقاطعه، لكن احنا والساده المشاهدين نستفاد مما قاعد تطرحوه ان شاء الله. اولا خلينا نتعرف بجنابك الكريم. العقيد الدكتور رياض احمد محمد، مدير مركز تأهيل الرصافة الثانية الرشاد. حياك الله. الله يخليك. دكتور، اليوم نتحدث عن ملف جدا خطر. من رئيس الوزراء يتحدث به، إلى المراجع، إلى مؤسسات الإعلام، إلى المؤسسات الصحية، تتحدث عن خطر المخدرات. أكيد. تمام؟ وما وصل له بعض الشباب بهذه الحالة بسبب هذه التعاطي. أنت اليوم بهذه المحاضرة شو اللي قاعد تعطيهم؟ احنا الفائده من عندها لهم هنا، عندنا في هذا المركز التاهيلي عندنا برنامج علاجي. برنامج طيب. علاجي يبدا من استيقاظ النزيل او المريض، احنا نحب نطلق عليه المريض لان هم مرضى اكثر ما منه. من استيقاظه الساعه 7 صباحا هنالك تدرج سلوكي، نحاولهم في نسق سلوك معين، لان العلاج احنا اكثر شيء هو العلاج الدوائي اولا، ومن ثم العلاج المعرفي السلوكي اللي نستخدمه وياهم لحين انه انتهاء اليوم المنام، اللي هو هاي كلها في نسق واحد في ترتيب واحد. يتخل يعني يتضمن هذا البرنامج إضافة الاستيقاظ والرياضة الصباحية والأفلام الثقافية والأفلام الوثائقية، هاي كل هاي الأمور، حتى كرة القدم والأخبار العراقية. طيب. يتضمن هنالك محاضرات. المحاضرة الأولى اللي هي محاضرات التنمية البشرية، اللي نحاول أنه نبث بهم دافعية، نعزز بهم الثقة بالنفس، نعزز بهم الإدراك، ننمي مهارات التفكير عندهم. يعني دكتور عفوا مقاطعة، يعني الغاية الأساسية من وجودهم هنا هو تأهيل وليس تأهيل. عقوبة. لا لا لا، أصلا هو أصلا ماكو فكرة عقوبة عندهم. ليش؟ لأن هم أصلا هم متعاطين وليسوا تجار أو مروجين. نعم. المتعاطي وفق المادة 32
قانون المخدرات 50/2017 هو ورؤية رئيس الوزراء، دولة رئيس الوزراء ورؤية وزارة الداخلية أنه يجب أن تتاح لهم فرصة ثانية ليكون أشخاص أسوياء. جيد. يرجع إنسان سوي وبثقة، مو فقط سوي، يرجع سوي وبثقة. نحن أشبه بعمال منجم، نكتشف مواهبهم، نكتشف قدراتهم، ومن ثم نحاول أنه نزرع الفكرة والثقة بداخلهم ليخرج يكتشف يعرف نفسه. تطوى أدلة دكتور، تطوى أدلة، أدلة على دمار شباب، أدلة على دمار مجتمعات، دول الدمار. هو هم للمعلومة هم أدركوا هذا الشيء، هم أدركوا أنه هم في طريق كان خطأ. نعم. هم دائما يحاولون ودائما يخبروننا بصورة مباشرة أو غير مباشرة. إحنا إذا خرجنا إن شاء الله نحاول أنه نبتعد أولا عن أصدقاء السوء اللي هم السبب، نحاول أنه نعيد الثقة بالمجتمع. المجتمع حينما ينظر لهم الآن ينظر أنه الناس متعاطين، لكن هم بإيدهم راح شلون يعيدون الثقة. عملية البناء شوية صعبة تكون، لكن هي ترجع لهم. سيادة العقيد، أي مرحلة صعبة بالنسبة لهم؟ المرحلة الأولى عد ما يجون بعد الإدمان يعني أو التعاطي؟ المرحلة الأولى هي هم هنا وجودهم قسري وليس اختياري. وفق المادة 40 الوجود اختياري في مستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة، هنا الوجود لهم قسري. عملية الوجود القسري هو شاء أم أبى هي السموم تخرج من جسمه، أنت توفر العلاج أو لم تتوفر. طيب. إحنا عملية العلاج منطينا من 14 إلى 21 يوم هي للعلاج الدوائي اللي تخرج منه السموم وتبدأ عمليات الانسحاب، وهي كلها العمليات تحتاج لها أولا صبر وإرادة من خلالهم ومتابعة من خلالنا. بعد ال 21 يوم هم أكثر أكثر من شهرين ثلاثة موجودين، وأكثر زي. 6 أشهر يبدأ العلاج النفسي، لأن الإدمان يبدأ جسديا وينتهي. طيب. نفسيا. دكتور اليوم هسه جنابك قاعد تحدث عن شيء مهم. اليوم شخص متعاطي دا يسمعنا هسه من المشاهدين مثلا، عافاهم وحاشاهم، اللي يريد يتعافى وهو ببيته ممكن أنه يسوي له هذه العملية داخل البيت؟ والله يعني الأمان يعني يحجر نفسه في مكان؟ لا لا، أنا أنصح يتجه للمراكز المصحات لوزارة الصحة. طيب. هنالك أكو عندهم برنامج علاجي أيضا يتبعوا، برنامج محترم وأعطى نتائج. طيب. بس هو إذا كان إلى إرادة حقيقية يعني من الممكن أنه يشافى، لأنه هو الإدمان يتبع الإرادة والنية. زين. أولاً للشخص المتعاطي. زين. هو هي عملية ثلاثية، أنا دائما أخبرهم البيئة، يبتعد عن البيئة المسببة للإدمان، ومن ثم الإرادة مالته اللي هو إلى النية الخالصة، إلى القناعة أنه هذا خطأ يجب أن يصحح مع الإرادة، ومن ثم تأتي شنية النتائج، يقطف النتائج حفة يوم عن يوم، يعرف أنه راح يصير عنده عدة تحسن، صار عدة. طيب. تطور. زين، خلال وجودك سيادة العقيد أريد نستأذن من عندك، ننزل أنا وياك. أي. أنت قلت أختار، يعني أنا يعني هذا منجم الذهب وأنا قاعد أطلع مواهب، منو تختارهم اللي تشوفهم بيئتهم كانت يعني خطأ خلل؟ خلص صار. أكيد أكيد. ومن الخلل وصل إلى هذه المرحلة. والله بس طبعاً السلام عليكم جميعاً إخوان، نتعهد لكم إنه ما حد يطلع وجهه إطلاقاً، يعني هذه يعني وعد شرف إطلاقاً ما حد يطلع وجهه، لأن إحنا حريصين على أنه يعني ما تكون لكم إساءة ولو بتعليق واحد. فإحنا بس نريد نأخذ فكرة كيف أولاً وصلتوا إلى هذه المرحلة، وعدكم قناعة أنه تطلعون من هذه المرحلة، وهذا السؤال الأهم. والسؤال الأهم الآخر أنه هذه المرحلة اللي هطلعون من عندها إلى الحياة الطبيعية، ترجعون إلى طبيعتكم، راح توصلوها للناس اللي تشوفوهم بالشارع؟ يعني ممكن المتعاطي بالشارع أنت تعرفه، شفته بالصدفة، حسيته متعاطي، ممكن تنصحه، ممكن تفهمه؟ يعني قصدي اليوم غير أنت جنابك، يعني انتبهت يجوز على نفسك، غيرك ما وصل هاي المرحلة، غيرك غارق بالإدمان. بس أكو شيء آخر أيضا، هو نسألهم هل أنه أكو فرق لكم في هذا البرنامج اللي الآن إحنا برنامج التأهيل اللي جاي نمارس عليكم، هل حسيت أكو استفادة عندك بداخلك أو لا؟ وأنا للأمانة هم الكل أغلبية من تجيني 90% منهم هم أناس كبيئة، يعني كعوائل هم يجوا عوائلهم. نعم. الزور وشفناهم عوائل محترمة ومثقفة ما شاء الله، يعني أكو شخص أمه دكتورة، شخص أبوه أستاذ، شخص أبوه دكتور بجامعة، كل عوائل محترمة. جي. وحتى أكو ناس بسطة محترمة،
أغلبيتهم أنا أراهن عليهم هم أناس جيدين، لكن هو الخطأ يقع، لكن العبرة مو بالخطأ، الخروج العبرة إن الخروج من الخطأ، تصحيح الخطأ. خليني مثلا منو؟ خليك قاعد، خليك قاعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون الصحة؟ صار لك ايش قد هنا بالمصحة؟ تقريبا هسه هذا الأسبوع الثاني اللي هنا. بس كنت قبلها يعني على من العامة تقريبا 3 أشهر. اها يعني انت بالمديرية العامة 3 أشهر؟ 3 أشهر. وجيت هنا صار لك أسبوعين. طيب انت خلص هسه جسمك تحسه سليم؟ يعني متعافي من المخدرات بالداخل؟ بالبداية توقفت، يعني طلعت من الشهر الثاني، راح تدور سنة كاملة يعني على انا ما متعاطى اي شيء. ما متعاطى اي شيء. طيب هنا من تسمع الحوار وخطر المخدرات وتسمع الناس هذا اللي قتل ابوه، هذاك اللي قتل امه، وهذا اللي سوى كذا، وهذا اللي اغتصب، وهذا ما تتخاف يعني تفكر انه تخوف هاي القضيه هاي المرحله؟ اكيد تخوف، وهو دائما الضمير اللي بداخلك اذا بعده صاحي وانت يعني معناها بعدك عايش، فتقدر تستغل هاي النقطه تتغلب على هذا الموضوع اللي الخطا اللي وقعت به. هو الخطا بعد صار مال الندم والماضي ناخذ من عده عبره ودرس فقط. بس الحاضر المهم هو انه انا اتغلب بضميري وبيراتي اللي جواي، اتغلب على هذا الشيء وعلى هذا الخطا وما كرره. اليوم ان شاء الله تتعافى وتطلع بسلامه. واجهت صعوبه من الحياه، واجهت موقف متعب بالحياه، حال اي موقف ان نواجهه حترجع تتعاطى مخدرات؟ يعني حتفكر انه هاي المرحله توصل بعد الخطا اللي شفته وبعد اللي تعلمته هنا بهاي المصحه وبعد ما سلسله افكاري ورتبتها ما اتوقع عايده. بالعكس اذا شفت هذا الخطا يصير ويا اي شخص ثاني واجبي بعد اتجاهه انه نصحه واوقفه عن هذا الشيء، حتى اقدر استفيد من الشغلات اللي تعلمتها ووقفتني هنا نفسها استعملها وياه حتى اوقفه. ايش قلت فتره تعاطيك المخدرات؟ والله شهر واحد. بس شهر واحد عطيت؟ شهر واحد. تمام، صحة وعافية إن شاء الله. صحة وعافية. أنا أريد أختار بعدك. السلام عليكم عمو، شلون الصحة؟ أنت وقاعد، شلونك يا أبو؟ خليك قاعد. إيش قد عمرك حجينا؟ 55. صحة وعافية إن شاء الله. صار لك إيش قد بالتعاطي مع المخدرات؟ بصراحة. هو أكثر من أقل من سنة. أقل من سنة. أي أقل من سنة. تمام. بس أريد أسألك سؤال وجاوبني بصراحة عليه. السبب اللي خلاك عالية توصل على المخدرات، بس سبب واحد هو كلمة واحدة. مشاكل؟ مشاكل خاصة. بعدتك عن المشاكل المخدرات؟ لا. يعني قصدي هو أنا اليوم من أدور حل معناها طلعت من مشكلة، صح؟ طلعت من المشاكل؟ طبيت مشكلة أكبر. عندك عائلة، أولاد، بنات؟ عندك. وهسه ينتظرون تطلع؟ إن شاء الله. معافى إن شاء الله. وشنو نصيحتك لقضية يعني المتعاطين او لا سامح الله قد يفكرون بالتعاطي؟ والله اللي يفكر بالتعاطي وشوف الظلم اللي شافه يعني بعد ما اعتقد. اكثر شيء قهرك بهاي الفكره كلها المخدرات؟ شلون يعني؟ اكثر شيء قهرت من عنده حز بقلبك؟ فراق الاهل يعني. الله يعافيك ان شاء الله ترجع معافى. شلون الصحه اخويا؟ سلام. صار لك ايش قد هنا؟ صار لي 15 يوم. سولف لي هنا اكو رياضه لو نايمين؟ اكو رياضه صباحيه. رياضه ومحاضرات. زين تباعون اللعبه مال المنتخب العراقي؟ ها؟ تباعون تشجعون المنتخب العراقي؟ ان شاء الله نشجع اكيد. زين ايش قد محكوميتك؟ سنه وغرامه. سنه وغرامه. ايش قد فتره تعاطيك؟ سنه تقريبا. سنه. اي. صديق لو بالصدفة شفت المخدرات لو واحد دلك عليها؟ لا صديق. صديق وين صفه بي هذا الصديق؟ ما أدري، برا أكيد برا. بعده يتاجر لو كان يتعاطى؟ لا هو يتعاطى. يتعاطى. زين برأيك أنت اليوم كشاب شنو السبب اللي خلى المخدرات تطب العراق بكثرة والناس توجهت؟ يعني قبل كان الناس تشرب، تمام، شرب الخمر وتعارف عليه، ليش صار اكو توجه على المخدرات؟ ليش صار التعاطي اكثر؟ والله ما اعرف، سبب المشاكل. مشاكل. هو هذا اتصور سياده العقيد وهم انه يهمهم انه هو مشكله ويطلع من المشكله. والامانه هي المخدرات دائما عليه من تشتغل على هرمون الدوبامين اللي هو صح. هرمون السعاده يسمونه. السعاده. اللي يضيف نوع من السعاده وقتيه هي الامان. هذا هي كيميائيه العقل انه يعني
تنطيه هذا الشعور، تنطيه هذا الهالة من السعادة والارتياح وش اسمه. بس بعد انه انتهى هاي الساعة يبدأ انه الإعازات الجسد والعقل الى انه يطلب المادة مرة ثانية. هم ما يعرفون انه المخدرات من اول تعاطي يبقى انه يطلبها، فهاي هي هاي المشكلة الأساسية. ولا لو كان نفس التدخين ما بأي مشكلة. قلت لي قبل التصوير اكو احد الموجودين صيدلاني او اي هو الأستاذ حيدر اللي صيدلاني؟ اي صيدلاني، هو اصلا عنده صيدلية. اها. وجت اليوم مالتها من الدكتور، ناس واصلين وش اسمه، وهم هو يعني ادركوا هم هذا خطأ. اغلبهم انه ناس يعني عددهم ايش قد هنا سيادة؟ هنا هم 98 كانوا 102 عندهم قضايا انسحبوا 98 شخص بقابل يعني استيعاب اكثر. هي تعتبر ان من مراكز تاهيل النموذجيه للامانه. هي كل مراكز تاهيل في العراق هي هذا النموذج اللي احنا نشتغل به. نعم. برنامج علاجي، برنامج اذاعي، اذاعه مخصصه ننتقي لهم، ننتقي لهم حتى الموسيقى، نوع الموسيقى، نوع الفيلم الوثائقي، ننتقي لهم حتى البرامج الاجتماعية. نحاول طيب. انه ما نخرجهم عن الواقع، نبث الإذاعة الفضائية العراقية لهم فد 4-5 مرات. البارحة اللعبة نبثت، قبلها اللعبة مال العراق ايضا نبثت. يريدون مثلا المسرحية نبث لهم مسرحية، نوبات برغباتهم. بس شني ضمن حدود الاجتماع المجتمع مالنا واداب سلوكيات المجتمع مالنا. جيد. خلينا نشوف بقيه إيه. الدكتور السلام عليكم، شلون صاغوه؟ صار لك ايش قد محكوم هنا؟ صار لي 11 يوم. ايش قد فتره تعاطيك؟ سنتين تقريبا. سنتين. شنو كنت تتعاطى؟ مخدرات. ماده شنو؟ كريستال. يومي كميتك؟ اي باليوم تقريبا يوميا. اي زين، صحيا شنو حسيت انه انظار او بدت او اكتشفت عندك ثاني تفحص او التحليل؟ ما التحليل قامت تعب نفسيتي يعني هواي من يما نفسي. ايه بس من طبت هنا الحمد لله شكر الله تحسنت اموري. اخر مره شو وقت فحصت؟ اخر فحص ما فحص بعدنا بعدين بعد الحكم ما فحصت. احنا ان شاء الله نسوي لكم فحص يدرون هم الولد يعني دوري الشهر نشيك انه اللي اكو هم حسب نوع الماده المتعاطيه وفتره التعاطي. اكو اللي صار مثلا سنوات هذا من صعوبه تنسحب من يمه، هذا شو نسوي له؟ فد برنامج خاص وضعنا له يعني هو وياهم، لكن بعض الاحيان ناخذه للفحوصات بعض انواع الاغذيه نعطيه هذا على مود يعزز المناعه بجسمه، نوع من الفيتامينات نعطيه اللي يساعد المناعه مالته. جيد زين، انا اريد اسالك شنو نوع المشاكل اللي وقعت بيه بسبب التعاطي ويا اهلك ويا اقربائك؟ مشاكل هواي صارت. اثرت على يعني عائلتك؟ طبعا. هسه مو فرحانين حزنانين على وجودك هنا؟ عشان ما يدرون يعني حزنانين طبعا. هسه دروا؟ اي. انا ما اريد اسالك متندم، يعني هو اكيد اللي طاب هنا اكيد يشعر بالندم يعني. طبعا. بديهيا. طبعا. بس قصدي لو عاد بيك الزمن شنو اللي راح تسوي؟ ان شاء الله ما ارجع. ما ترجع؟ ما ارجع ان شاء الله. واللي وداك لهالطريق ولا مشي اصلا؟ زين ضروري نبلغ صراحه، ضروري نبلغ طبعا قوات الامنيه طبعا مديريه المخدرات طبعا. هو رقم 178 مو بعده 178. انت تعرف اللي وين واصلين احنا بخطر المخدرات كبير مو صحيح. زين شنو اللي تريده تتمناه من المجتمع بقضيه المخدرات؟ والله انا يعني العالم هاي كلها تترك هاي السوالف تعبونه توجع على دربه صحيح ان شاء الله ان شاء الله. شلون الصحه؟ الحمد لله. فال عندك شير عمرك؟ الحمد لله. 23 23 سنه بعدك شاب؟ اي نعم. صار لك دير مخدرات؟ صار تقريبا 4 أشهر. بس دير وجهك هيك؟ اي صار تقريبا 4 أشهر. 4 أشهر. اي نعم. تحسها انه شغله مو حلوه مو يعني معيبه بحقي وحق عائلتي وحق اهلي؟ نعم. يعني قضيه انتم ان شاء الله تتعافون، بس قصدي هي بيها وصمه صح. يعني كل واحد مر بظروف. هسه انا اسولف هيك مو قاعد اكون يعني واعظ براسكم بالعاميه نقولها، بس هو اكيد عندكم ظروف صح. بس قصدي كل واحد مر بظروف، يعني هسه انا قدامك مر بظروف صح، يعني مو حياتنا ورديه، بس قصدي من اوصل للمخدرات يعني صعوبه هاي صارت يعني صديق السوء وصلنا لهذا الشيء. زين بالتالي صديق السوء وينه؟ اريد افتهم يعني. سواحد يوصل الواحد هذاك وين صفه بالدهر؟ ذاك برا واحنا جوا.
أنا اللي تهديني اللي هو دلاك للطريق بالضبط. لا هو أكيد إن شاء الله قريبا نشوفه، مو هنا أنا نشوفه، نشوفه بالتجار بالسجون التجارة. متزوج؟ لا لا ما متزوج، يعني إن شاء الله بعد إن شاء الله من الله يفتح الباب الفرج إن شاء الله. شنو تشتغل قبل؟ شنو تشتغل؟ ما أشتغل، مدلل للدل. مدلل طالب مدرسة؟ لا يقول مدلل ساعة العقيد. لا مو هذاك مدلل وطالب مدرسة يعني. لا لا مو هنا الفكرة، الفكرة إنه جزء ما محتاجين شغل. أي بالضبط. ما محتاجين، هذا يكون المالي جيد. الحمد لله. الحمد لله. زين واحد وضع المالي جيد، يعني مثلاً مو تقول الفقر كاتلة جداً وصل إلى هاي الفكرة مثل ما أحد الأساتذة قال إنه مشاكل. صح. وإذا أسألهم جزء يقولي مشاكل مادية. أنت شنو مشكلتك؟ ما عندك مشكلة مادية؟ ماكو مشكلة بس واهس. اجا مثل ما تقول غراني بهذا الشيء. وشربته. وش حسيت انت من قصدي غراك بشنو؟ ما اعرف الشربه يعني شلون مثل ما اقول لك تروح غير عالم، ماكو ماكو شيء براسك تقضيها ضحك طلعات مشي، بس نتائجه انه مو حلوه. ضعف القلق الخوف كل شيء يثبت بداخلك. اللهم بالسلامه ان شاء الله. اشكرك استاذ. اللهم بالسلامه. شكرا جزيلا. استاذ شلونك حبيبي؟ وعليكم السلام. حياك الله. ايش قد عمرك؟ انا 41 صار. صحه وعافيه. ايش قد صار لك هنا؟ طب انا بالسبعة الثاني تقريبا، احنا راح ندخل بالسبعة الثاني. اربعة اشهر معكم. ايش قد تتعاطى يومية؟ ما اتعاطى يومية يعني. لا ايش قد يعني بين فتره طويله كلش. بس الغلط انه انا جيت ما انا سلمت نفسي، جيت عن طريق قاضي، فهذا اللي صار انه يعني القبض عليك. اكيد قول قبض. اي طبعا. لا يعني لزمت مو القاعة قبض انه جاء علي مخصصين. لا لا بطلع. شلون صدفة؟ اي اقول ذن السيطرات. اها صدفة. نعم. زين الوضع التأثير اللي صار عليك، الضرر اللي صار عليك بسبب المخدرات. سمعتي الناس اللي يعزوني. حسنت انعرفت في المنطقة انه لا 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 لا. اي لا. جاي. بس يعني انا كعائلة احس نزلت من عينهم حقيقة. نزلت من عينهم؟ اي اكيد. بس بقوا باستطاعتك؟ اي بقوا يسألون علي، ما كانوا يعرفون انه انا عندي هالموضوع هذا نهائيا. لان انا جقاير ما ادخل. اولادك؟ اهلي عائلتي. عائلتك ها ما متزوج. اي بيها بيك عندك الامكانية ان ترجع. اتمنى ان ترجع مكانتك لاهلك. ان شاء الله. تقدر؟ ان شاء الله. مو صعبة. اني تفكيرا خليت براسي انه لا سامح الله ما يجي يوم بعد عيدها، لان شفت الاذيه بالبدايه كلش قويه يعني حقيقه. ايام السجن وكذا كانت عدم احترام اهانه ضرب. لا لا تدريجيا صار عندي تغيير هوايه. حسيت اهلي جاي يجوني بين فتره وفتره قصيره اشوفهم. انت تسمع الاخبار؟ تسمع الاخبار عن حالات اللي قاعد يعني بسبب المخدرات اللي يصير جرى؟ اي بس ما كان ببالي انه اوصل مرحله هيك اتاذى بيها. انت يعني لاحقت على روحك او القوات الامنيه لاحقت لك؟ يمكن كان يصير اكبر من هذا. كان اصبحت اكيد اكيد. اي اكيد. شنو رسالتك للشباب؟ هسه احنا عندنا جيل مراهق، جيل واعد، شنو نقول؟ والله السعاده اللي كان يشوفها اوقات قصيره بعد يحلم يشوفها مره ثانيه. باك نيفر بعد. ما يدخل في ظلام مو؟ اكيد. ويضيع كل شيء. حتى اذا كان يعني انا اول مره ادخل السجن كانت عندي الايام الاولى احس اقول ادعي ربي ياخذ عمري خلص، لان انا في هالعمر هذا ودخلت هيك مكان ومو ذاك اللي كان بين عائلته وناسه وشغله يعني كل شيء ضيع. مثل ما اقول انا بالنسبه لي رزقي وشغلي وناسي وعائلتي وكله ضاع. بس ان شاء الله يعني على هالموضوع هذا اللي الحكومه العراقيه اللي قدمته والاساتذه والدكاتره اللي موجودين والله حسسوني انه انا قريب حتى على بيتي. يعني حاليا هالاثناء هذه. صحه وعافيه ان شاء الله. انا اريد اشوف هنا الاساتذه. سياده السلام عليكم. شلونك استاذ؟ شلون الصحه؟ بس دير لي وجهك من هناك. اي عاشت لك. ايش قد عمرك عمي؟ 52 سنة. صحة وعافية. الله يبارك فيك. صار لك ايش قد هنا بالمكان؟ 14 يوم تقريبا. 14 يوم؟ نعم. ايش قد صار لك تتعاطى؟ تعاطيت مرتين بس. مرتين؟ نعم. ايش قد انحكمت؟ سنة وغرامة.
زين ليش مرتين سنه وغرامه استئذان؟ هو اسمه تعاطي، هو المخدرات يعني ماكو كميه اكو عفوا؟ لا 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 هو اسمه تعاطي بغض النظر على الكميه. آه. يعني هو تؤخذ بعين الاعتبار نوبات الفتره الزمنيه والكميه في قرار القضائي مو ماكو دخل بيها الماده. اي اكيد قرار قضائي الماده 32. هسه تشوف اكو بيهم اشخاص واحد مثلا متعاطي كريستال واخر متعاطي كريستال. رؤيه القاضي انه هذا سنه سنه وغرامه وهذا 4 أشهر حسب الرؤيه مالته، حسب رؤيه وقناعه القاضي، لانه الى رؤيه ولا قناعه واكو امور يعني مبررات يعني تعرف يعني ايش قد صار لك؟ ايش قد كم يوم؟ 4 أشهر محكومتك سنه. سنه وغرامه. سنه وغرامه. زين حسيت لحد الان جو اهلك لو شافوك؟ الحمد لله يجون. يجون؟ اي نعم. سهله يشوفوك يعني لو صعوبه بالجيه بالدخول كذا؟ لا هي يعني انا احس يعني جيتهم صعبه يعني ما اقدر ابغى بجهم. انت من بغداد؟ نعم. ليش؟ تحس بخجل؟ اي طبعا ندم. ندم. عندك اولاد؟ الحمد لله. ايش قد اعمارهم؟ عندي واحد مواليد 2000 وواحد 2001 وهم يعني نوبات من احشيهم ما ياخذون الشاي. لا مو ما ياخذون الشاي، انا احس بهم شلون زعلانين علي. زين استاذ اليوم انت بهذا العمر ما تخاف انه اولادك لا سمح الله لا سمح الله ان يدخلون بهذا الطريق؟ هم ولا سمعت انت شنو ردك شو عايز تسوي؟ طبعا صوت يعني اذا اسمع بهم هيجي الغلطه غلط، بس هم دائما يقول بابا بطل هذا الشيء. يعني كانوا ينصحوك قبل؟ اي طبعا الحمد لله والشكر. بعد ما تطلع منها شنو حتسوي؟ انا اتجه الله سبحانه وتعالى ولو الحمد لله وشكرت قاضي نصرهم صلى يعني رحمه من الله. نعم. الحمد لله وشكر وفرق بسم الله يعني. تسمع عن خطر المخدرات وين واصلين احنا؟ عن الجرائم اللي تصير القتل اللي يصير بسبب المخدرات؟ والحمد لله وشكر واحد لاحق نفسه يعني. الحمد لله. بوجود الكادر والدكتور يعني الله يحفظهم ان شاء الله. زين مستفادين من مصحه هنا وجودكم؟ خير رحمه من الله. مركز تأهيل؟ الحمد لله وشكر خير من الله. واي يعني واي امور مستفادين. تشمسون وتطلعون هواء؟ طبعا ايه. أنا دا أشوف إنه حتى يعني أكو شيء إنه أكو مساحة مفتوحة السقف كذا عالي مفتوح هواء شيء عندكم يعني؟ عندنا تنفس إيه طبعًا. دكتور يجيكم لو ما يجيكم صراحة؟ طبيب يجي ما حد يجي يعني جدية باطنية يجي. يعني قبل يومين 22 شخص أخذتهم بوجبات لمستشفى قلع او علاج او شو اسمه ورجعت. تمام صحه وعافيه. تفضل لك الله يسلمك. ان شاء الله. الله امر بوفقك ان شاء الله. استاذ الله يساعدك. تاخذ المايك من يمك ودير وجهك هيك بلا زحمه. انا اسف قاعد اقول لكم وجهكم بس لخصوصيتكم. ايش قد عمرك عمك؟ انا 55. زاويتك كاميرا ذيك شنو؟ يلا 55 سنه؟ 55 سنه. اولاد؟ عندي 5. كبيرهم ايش قد؟ 2003. يعني 20ات؟ اي 20ات. شنو أكثر شيء آلمك طهرك حزب قلبك من دخلت عالم المخدرات؟ فراق الأسرة، العائلة، المجتمع مالي خسرته، العمل مالي، ثقة العالم بي أكثر شيء آلمنا هذا، وبالذات يعني بالذات أسرتي يعني شلون مثل ما تقول ابنك يجي يزورك بمصحة صعبة حيل صعبة. والتهمة هم يعني صعبة مو؟ التهمة شلون؟ بعد هي اللي ساءت الكل. يعني ما ساءت الي نفسي لا ساءت العائلة، ساءت الأقارب، ساءت. زين هنا الصعوبة حتصير انه شلون أهلك يتقبلون؟ يعني أولادك شلون حتعدي مرحلة لازم شلون يعني حتتعيد نفسك؟ بالضبط لازم شلون أزرع الثقة بعد بيهم مرة ثانية. شلون لازم أنا اللي أعلمهم على طريق صحيح. لازم احث بيهم الاصح مو للغلط. انا عفوا المقاطعه، انا اليوم سالت يعني اوجهت رساله انه لابد على اولياء الامور الابهات والامهات انه يتابعون اولادهم حركاتهم وجوههم صحتهم غرفتهم ايش يضمون بيها. انت اليوم ان شاء الله ترجع الاب الصالح تمام؟ راح تكون حريص على ولدك تتابع وراهم؟ انا قبل لا انا اجي هنا كنت اتابع قبل لاج لان ادري بهاي، بس اللي شوف اللي يتابع هو وقع بيها. هي غلطه مو شرط يعني البشر يغلط وهو صغير.
هي مو نهاية العالم. لا لا إن شاء الله. بوجود الكادر مالنا، بوجود الدكتور، بوجود الجماعة الأطباء ما مقصرين ويانا، إن شاء الله تنهي هاي المرحلة وانتهتي انتهت يعني ما صورت الحاط، لأن هي يسموها غلطة عمر. انتهى القول قبض عليك؟ اي بيتك؟ لا لا مشتركة. 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 صحة وعافية. الله يخليك. صحة وعافية. شكرا جزيلا. شكرا. عم الله يساعدك حبيبي. خلي المايك يمك. وهذا وجهك بهذا الاتجاه. ايش قد عمرك حجينا؟ 58. صحة وعافية. الله يخليك. يعني أنا بس أريد أسأل. أسأل ال 20 عمره أو ال 18 ممكن ينساق. يعني ممكن. ورغم هو مو يعني منطقي قول ممكن، لكن ممكن خلينا نقول جزما فرضيا هنا العمر 58 سنه شلون يوصل لهالمرحله؟ صراحه يعني انا عذرا مدى لا لا يعني ما اريد يعني امس شخصيتك او كذا او جنابك، بس انا هو انا اريد اسال. هو بعمري اللي يمي قاعد وصارت رحمه وياي بعض غلطان غلطت حزنان على وضعك حزنان ايش قد حكم محكوم ويتك؟ سنة وخمس ملايين. سنة. اولادك وبناتك شنو وضعهم؟ تتمنى تعود لهم ان شاء الله العائلة؟ انا اسف بتشيتك واعتذر جدا 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 اعتذر حاج ارجو المعذرة. انا اعتذر من الكل. لأنه إحنا ما نريد نجرحكم. معافى إن شاء الله تدير لوجهك صحة وعافية جميعا. فاصل. آلامهم كبيرة، الندم واضح على وجوههم، لكن هذه النصيحة الأكبر إلى اللي يشاهدون هذه المرحلة إن شاء الله ما توصلوها، وكل شخص يتابعنا أتمنى أنه يركز على وسرته، ركزوا تابعوا جديصر جوا بيتكم، تابعوا أصدقائهم مو بس الأصدقاء. ليش إحنا نحكي بس الذكور بل الإناث أيضا؟ لأنه للأسف أنا اليوم أسمع أكو أرقام لعدد يعني مو قليل للمتعاطيات من النساء، فخلي شوي ننتبه على أسرنا ولا توصلوا نفسكم لهذه المرحلة، المرحلة اللي راح تتندمون جدا جدا جدا. الحديث هنا يتحدث عن خسارته لنفسه قبل أن يخسر عائلته وناسه وأهله. أحبتي المشاهدين فاصل ونرجع لكم مستمرين من مركز تأهيل المدمنين المخدرات ومتعاطي المخدرات في الرصافة. فاصل ونرجع لكم وقيانا. أهلا بكم أحبتي المشاهدين حياكم الله. عدنا من الفاصل، بعدنا متواجدين في مركز تأهيل مدمني ومتعاطي المخدرات في جانب الرصافة. ينضم إلينا الآن السيد العميد مهند حاتم مدير الشؤون القانونية لمديرية مكافحة المخدرات. حياك الله سيادة العميد. أهلا وسهلا وأهلا بك. يا مرحبا. الله يحفظك سيادة العميد. إحنا شاكرين تعاونكم وفتح أبوابكم حتى نشوف هذا العالم من الداخل. الغاية احنا دائما نسأل عن الأهداف والغاية. الغاية من 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 وجود مراكز تأهيل سابقا كنتوا تتعاملون شلون مع المتعاطي مع المدمن، وشلون هسه تعاملتوا وياه؟ نعم وفقا لاستراتيجية وزارة الداخلية المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعي الى خفض الطلب على المواد المخدرة، انشاء المصحات، إنشاء مراكز تأهيل المدمنين هو أحد الأهداف التي تسعى إليه المديرية والذي يهدف إلى خفض الطلب على المواد المخدرة، حيث تبنى المشرع العراقي من خلال قانون المخدرات 50 لسنة 2017 تعامل مع
المتعاطي هو مريض يجب معالجته. طيب. تبنت مديرية العامة مكافحة المخدرات إنشاء مراكز لتأهيل المدمنين مما تنطبق عليه أحكام المادة 39 من هذا القانون، حيث أجازة للمحكمة أن تستبدل مدة من يتم إدانته في أحكام المادة 32 تقصد به المتعاطي للمواد المخدرة بإيداعه خلال مدة الحكم. ساعت المديرية العامة وبالتنسيق مع وزارة الصحة وباقي الوزارات الشريكة في إنشاء هذه المؤسسات الخاصة بإعادة وتأهيل المدمنين خلال مدة حكمه. وبعد اكتمال تلك المصحات خلال هذا العام، حيث أنجزت المديرية لحد الآن 16 مركز لتأهيل المدمنين في بغداد. في بغداد لو بالعراق؟ في بغداد وباقي المحافظات. في بغداد حاليا لدينا مركزين في الرصافة. طيب. ونسعى لإكمال المركز الثالث في جانب الكف، بالإضافة إلى 16 مركز تأهيل لدى كل محافظة. طيب سيادة عميد، أولا هو من المشرف ومن البنى ومن اللي أسس هاي المصحة؟ نعم. على نفقة وزارة الداخلية لو؟ مثل ما بينتك استراتيجية وزارة الداخلية مكافحة المخدرات تسعى إلى إنشاء مراكز للتأهيل لإيداع من يتم إدانته في أحكام مادة 32. يعني اللي أنشأها منه الداخلية؟ تبنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إنشاء وتأهيل تلك المراكز وفق القياسات العالمية، حيث مثل ما تلاحظ يعني ساعد دخولك وفرنا لهم طبيب أسنان وطبيب باطنية ووحدة للحلاقة يتم يعني إدارتها من قبل النزلاء يعني الموجودين داخل المصحة. إيه بس أطباء مين نجيبهم؟ نعم. من وزارة الصحة؟ نعم. آه أطباء وزارة الصحة. تلك المصحة إداريا هي تابعة للمدير العام لمكافحة المخدرات، ولكن المتابعة الطبية من قبل دائرة صحة الرصاف. أحسنت. نعم. واضح. زين خلينا نشوف هاي الغرفة. نعم. أنا أريد أشوف شنو الأجهزة الموجودة بدائية جيدة، شنو وضعها؟ بسم الله. هم موجودين هسه حاليا سيادة عميد؟ نعم هم يتواجدون صباحا. هاي غرفة لطبيب الأسنان. طيب. يعني. وتم تجهيزها. نعم. تم تجهيزها بكافة المعدات اللازمة. لطبيب الأسنان، بالإضافة إلى غرفة خاصة لطبيب الباطنية. تمام. ودوامهم يعني من أي ساعة لأي ساعة؟ يعني تواجدهم هو صباحاً لغاية نهاية الدوام. توجد وجبات خافرة. جيد. بالإضافة إلى وحدة الحلاقة. زين. نعم. حتى حلاقة. نعم. يلا خلينا نشوف. يعني هو ممكن أنه يكون له مهنة بالمستقبل أنه يقوم بعملية الحلاقة. تمام. تعرفت أغلب المتعاطين هو يعاني من موضوع البطالة. جيد. فهنا وفرنا لهم مركز لأنه تعليم الحلاقة وحلاقة. خلينا نشوف هنا سيادة العميد. استأذنك بس أسولف ويا الشباب. السلام عليكم. شلون الصحة؟ أخباركم؟ حياكم الله. أنتم هنا نزلاء مو؟ نعم. تمام. أنت نزيل ونزيل؟ نعم. زين نزيل هنا. انت بتعلمها لو هسه بديت تعلمها؟ انا حلاق. انت اساسا حلاق. اي جيد. بس اكو عندنا دورات تعليم حلاق. زين ده تفيدهم لو ده تحلق لهم لو تعلم؟ والله نقدم يعني عندي اثنين جاي يتعلمون هسه ما شاء الله. حلو. بدوا المرحله يعني. يعني ممكن انه تسهم انت بتشغيل واحد اثنين اذا يطلعون مو؟ ان شاء الله ان شاء الله. نسعى التقديم الخير. وش صار لك انت هنا؟ انا جابونا داخل يوم بالواحد جابونا هنا المصح. اها شهر الواحد. وانت ايش قصار اخوي؟ انا صار لي تقريبا 8 اشهر. 8 اشهر؟ نعم. قد باقي لك تطلع؟ ان شاء الله باقي لي 5 اشهر. 5 اشهر؟ 5 اشهر. انت متعاطي يومي كنت؟ انا كنت متعاطي نعم. يوميا؟ نعم. زين. وين القبض عليك؟ القبض بغداد جيده في النعيريه. يعني شنو مشتركه؟ لا رحت مع زميلي يعني رحت سارقين تليفون يعني من عده. ورحت علي للبيت. فكان البيت مراقب ما ادري بيان يعني البيت مراقب فالقوا قبض علينا صرت من ضمن الشبكه يعني من 6 اشخاص. زين سولف لي منو اللي دخلك لهذا الطريق؟ اصدقاء السوق. زين ما صفى بهم انت؟ صفى بهم اللي السجن انسجن واللي يعني
بعد ما تواصلت وياهم انا يعني ما تعاطي صار تقريبا 6 اشهر ولزمته. زين نهايه برايك انت اليوم هسه ما باقي لك شو تطلع نهايه المتعاطي او التاجر او من يدخل عالم المخدرات نهايته وين؟ يعني نهايته يطلع طبيعي ويعيش حياه طبيعيه والله ما يطلع طبيعي يعني ما حرامات هاي الشريحه الشبابيه تدمر بانه احنا الشباب ليش وصلنا لمرحله هذا المتعاطي والمخدرات واللي ما ترضى لا قضاءنا ولا اهلنا ولا ناسنا ولا حضارتنا بالعراق. احنا كشباب يعني الشاب ينضج الى نحو الاحسن مستقبل العراق يعني حرامات. صار لك ايش قد كثير من تشوف؟ ثمان اشهر من تشوف. متزوج؟ نعم عندك الجواب. زين راي العائله من سمعه والله مأساة يعني هواي مأساة مريت بيها يعني اللي فقدان اهل واللي يعني مثل الغربة يعني حرامات خسرت هواي خسرت يعني من اهلي ناس زوجتي اطفالي يعني بهذا الدرب حرامات يعني يعني شباب انا كله ضيعت حرامات مستقبل اللي بنيتي تهدم يعني بلحظات مثل ما يقول. جاء يوم من الايام وان شاء الله ما يجي ان شاء الله جاء واحد جاء واحد وقال لك بكل الطرق تعال غير جاب تعال شوف هاي النوعيه مستحيل انه هذا الدرب بعد ما مستحيل يعني خسارة أطفالي بعد شخصر خسارتهم؟ خسارتهم خذوهم منك؟ نعم لأنه دروا دروا أنه متعاطي وإحنا قلت لك يعني عشائر ما نقبل حتى المحكمة عدل عشائر أساساً القانون المحكمة يعني دائماً هيك قضايا تطل حضانة والكذا للزوجة لأنه أنت يعتبروك بالقانون طبعاً أنا مقصر غير مؤهل يعني أنا مقصر انا اللي ذنب يعني من اعترف بالذنب لا ذنب عليك المهم تتجاوز المرحله اتجاوز ان شاء الله مو انه واحد يقعد ويقول احنا هي مو مرحله انه اوقف لهي المرحله لا ان شاء الله انه ابذر بالاحسن انه اقدم شيء لي ولعائلتي للافضل ان شاء الله انه مو مرحله انه نهايه الطريق انا غلطت اعترف بذنبي غلطت بس انا مو معناته يعني اوقف ما اكمل لا اكمل للحياه واستمر نحو الاحسن خاطر جهالي خاطر أطفالي خاطر أبوي خاطر عائلتي سنة. سنة. يعني شكرا لك الله يعزك وإن شاء الله تطلع سالم ومعافى إن شاء الله وجودكم طيب وأحسنت بارك الله بك شكرا جزيلا أخويا معافى إن شاء الله شكرا نتمنى لكم كل التوفيق شكرا شكرا حياكم الله شكرا جزيلا يلا خلينا نكمل ويا سيادة العميد سيادة العميد نريد نشوف السجن شو يسمونه الموقف يعني المتعاطي النزيه حاليا المتواجد عندنا عندنا برامج نفسية وتدريبية وبرنامج صحي في إشراف وزارة الصحة مثل ما تلاحظت قاعة المحاضرات يخضع لبرامج مثل ما لاحظتوها وبالإضافة إلى النشاطات الرياضية زين وفرنا لهم هذه قاعة ألعاب مختلفة يعني حلو البليارد والمنضدة وأجهزة الجري وغيرها يمارس الرياضة وهاي الفسحة اللي تشوفوها هو مكان للتشميس هو أنت يعني أهم شيء إنه دا أشوف مفتوحة مو مسقفة بالفعل هو هذا مكان للتشميس ويعني هو من انعكاس الموقف اللي هو يكون مظلم وما بي وسائل الراحة والتكييف وغيرها هسه راح تلاحظون يعني ندخل نشوف هاي الألعاب محل الفعاليات يعني يتعاطاها يتناولها النزلاء في هذه المصحة فعاليات رياضية منها تمارين سويدية وتمارين تنطية بالإضافة إلى الأجهزة خلينا نشوف هنا والله خلينا نشوف ندخل جوا نعم حلو نعم. فكرة الكاربد والإضاءة نعم موجودة الفيضية حلوة وضحت لك أنه هو هذا مركز ل يعني لتشافي المتعاطين والمدمنين يعني هو هذا فرصة تمنحهم الحكومة دولة رئيس الوزراء ضمن برنامج الحكومي هو القضاء على انتشار آفة المخدرات زين. وزارة الداخلية هي من خلال يعني إنشاء المراكز هي جادة بفصل المتعاطين والمدمنين عن تجار المخدرات مثل ما تلاحظ مثل يعني قابلنا أغلبهم هم من تم إدانة في أحكام المادة 32 كلهم تعاطي المنتجين هم متعاطين جيد وهي فرصة لإعادة النظر ويخضعون لبرامج شنو الخطورة سيادة العميد من وجود التاجر ومتعاطي في سجن واحد هو حيكون هو نواة لتنظيم عصابي
بالمستقبل هذا مدة الحكم ما تكون قليلة، فممكن يستفاد من يم التاجر. تعرف مدد الحكم اللي يعني أكثر من سنتين 3 سنوات توصل 15 المؤبد وبعضهم الإعدام، فيبدأ بتجنيد المتعاطين بسبب ما يمتلكه من موارد تجهيزه بتلك المواد المخدرة فور يعني انتهى مدة موقوفيته. وسعينا إلى عزلهم ووضعهم في تلك المساحات لهدفين: أول شيء تقليل الطلب على المواد المخدرة، وكذلك يعني يمنح الفرصة أنه إعادة اندماجه بالمجتمع ليكون إنسان صالح ممكن الاستفادة منه والحد من انتشار الجرائم. تمام، نريد نشوف الموقف. تفضل. يلا خلي تدخل الكاميرات. يبدأ بغرفة السيطرة و هنا أنا غرفة مراقبة. نعم. كاميرا. تمام. سيادة العميد، يعني هذا تحديد العدد حسب طاقتكم لو أنتم ملتزمين ب؟ لا، هو أكو قياسات، أكو قياسات لإدارة المؤسسات. لا تشوفون هاي، يعني هاي المصحة هي مخصصة للسعاب ما يقارب 150 نزيل. تلاحظ تقسيم أسرتكم ومحاولة يعني جي. توفير وسائل الراحة نقدر ندخل في منامتهم، وبالإضافة إلى توفير مكتبات. يعني حلو هاي المكتبة، خلينا نصورها تمكنهم. نعم جيدة، هاي فكرتك دكتور؟ اي هاي أصلاً احنا اشتغلناها، والكتب اللي عندي أنا حلو ما شاء الله جبتها، فشو أغلبها قانونية ونفسية لأن أنا دارس قانون وعلم نفسي. اي يعني أنت خلاص جبتها وخليتها. استفادت منها وحتفيد الشباب؟ والله هم استفادوا، وهسه شوف هنا اكو كتب هم اللي اخر روايه او كتاب يكمله يلا يرجع. فكتبنا للسيد اللواء انه نحتاج بعد 200 روايه وقصه. حلو. على مود تكون المكتبه لطيفه لهم، وايضا القصص والروايه تعرف بها مغزى وبها معنى وعبر. سياده العميد، خلينا نشوف الاسره مالتهم وضعهم من جوا. المنام مهم جدا مو سياده العميد عند النزلاء؟ نعم. يعني طريقه تصميمكم طبعا يخضع احنا للرقابه الصحيه والتفتيش والتنظيف، ويعني السيد يعني المشرف سيد عقيد يعني يشرف شخصيا من ابتداء من اول برنامج صباحا الى انتهاء ساعات المنام مالتهم. نعم. ويعني هي هاي خطوة أولى لإنشاء مثل هيك مؤسسة داخل العراق، فأكيد يعني توجد بعض الملاحظات، ولكن نسعى إلى معالجة جميع الملاحظات والوصول إلى التكامل في إنشاء مؤسسة بأعلى المواصفات الفنية والطبية. تمام. سات العقيد، هاي شنو حتى بلازمات ضخمه تكون هنا؟ هاي هو يعني احنا نعطيهم فكره ملموسه جنا تصوروا لي على تيسر، وهم مرتبطين ايضا ضمن برنامج اذاعي. برنامج اذاعي ممنهج ومعد لهم يبدا بالدعاء والقران الكريم، ومن ثم ياتي بمن برامج توعويه، برامج ارشاد ديني، برنامج الرياضه، خاصه احنا في بطوله اسيا. نعم. وهاي الروح الوطنيه الموجوده اللي تبثها مباريات المنتخب العراقي هي ايضا ضمن البرنامج علاجي يكون. نشوف نخليهم هم شنو يتابعون، يحبون يتابعون برنامج الوثائقيه مثلا ناشونال جيوغرافيك، يحبون المحاضرات الدينيه نبث لهم، يحبون البرامج العلميه اللي تخص الاكتشافات العلمية. أنا يعني لاحظت هاي الأمور. تمام. يعني أنا دائما أسألهم أنت شو تحبون، فيصير رغباتهم هاي، إضافة موسيقى للراحة الظهر إذا كانت، وإضافة للبث مع القناة الإخبارية العراقية. جيد جيد. شكرا سيادة العقيد. سيادة العقيد نشوف آخر شيء المطبخ، أريد نشوف. نعم. قاعة الطعام، قضية أنه أريد أسألك سيادة العقيد، الغذاء هنا شلون؟ يعني الغذاء مهم ضمن المراكز التأهيل. نعم. الغذاء الصحي المو صحي. نعم. شلون واحد يعني يأخذ هذه الفكرة؟ خلينا ننتقل للمطعم ونشوف المطعم من الداخل. يلا حياكم الله أحبتي المشاهدين، نريد نشوف المطعم لأنه يعني مهم جدا، نريد نشوف التغذية. سيادة العميد الغذاء مهم جدا. نعم. والغذاء يعني شيء مهم حتى في الجانب التأهيلي. نعم. هنا نسولف لي طعامهم من منو يأهله منو يشتغله. تتولى دارة الإصلاح العراقي بتوفير وجبات الطعام الثلاثة
ثلاث وجبات فطور وغداء وعشاء وفقا للاعداد الموجوده عندنا تؤشر، ويخضع هذا الوجبات الغذائيه للفحص المختبري على شكل دوري والملاحظه المستمره من قبل مسؤول المركز. ومثل ما تشوفون يعني انه يعني هو اكل كافي وخاضع للشروط الصحيه. جيد، هذا يعني مو طبخ داخل المركز؟ لا لا، هو يعني تعهد او النزلاء لدينا وفق المتعهدين التابعين لاداره اصلاح العراق. نعم. يعني هنا وزاره العدل مرتبطه بهذه القضيه يمكن؟ نعم وزاره. نعم. سيادة عمي، شنو بتحتاجوا انتم كمديريه مخدرات من الوزارات حتى يعني يكون يد واحده للقضاء على المخدرات؟ شو تحتاجوا؟ الهيئه الوطنيه العليا اللي هي حاليا وفق احكام الماده 3 برئاسه وزير الصحه. نعم. هي المختصة برسم السياسة الخاصة ب يعني المواضيع تتعلق بمكافحة المخدرات وسبل مكافحتها. لدينا العديد من المعضلات والتحديات التي تواجه تنفيذ مثل هاي المشاريع، نسعى إلى يعني تنفيذها بمشاركة باقي الشركاء من الوزارات الخدمية والأمنية. نعم. جيد. احنا نشكرك سيادة العميد ونشكر السيد العقيد. جزيل الشكر على تعاونكم، ونتمنى الصحة والسلامة للشباب الموجودين كلهم، وموفقين إن شاء الله وزارة الداخلية في محاربتها المخدرات. قبل الختام، تحية حب واحترام إلى معالي وزير الداخلية المحترم، تحية حب واحترام إلى المكتب الإعلامي الخاص وإلى مديرية العلاقات والإعلام ولا الأخ أستاذ يوسف في إعلام وزارة الداخلية، وتحية حب واحترام إلى اللواء أحمد الزرقاني، هذا الرجل البطل اللي ممكن نقدر نسميه رجل الظل، اللي دا يشتغل بساعات متأخرة من الليل، وقضية تجار المخدرات هذا العمل الدؤوب لا يتوقف في وزارة الداخلية. أبطال المخدرات قادمين إليكم أيها التجار، أيها الملوثون، أيها المسممين لهذا البلد، الأبطال موجودين، العيون الساهرة موجودة، قواتنا الأمنية بكافة صنوفها وتشكيلاتها موجودة. إن شاء الله نرى كل تجار العراق في سجون ونراهم، ونتمنى أيضا أن يكون أكو تعاون كبير من المواطن، وأن يكون المواطن هو عين القوات الأمنية بالقضاء على المخدرات. لا تتهاونون مع هذه الآفة الخطيرة، هذه أخطر حتى من الإرهاب، لأنها تهدد كل شيء ليس فقط الأمن. نتمنى أيضا أن يكون هنالك تعميم بكافة وسائل الإعلام والصحف بهذا الرقم العاجل أو المهم، اللي هو الرقم الخاص بمديرية مخدرات والمؤثرات العقلية، اللي هو 178. بعد هالمعلومات طي الكتمان لو يطلع بالفعل هي طي الكتمان، وتحظى بالسرية وعدم إفشاء أي معلومة أو شخص متصل. تمام، شكرا جزيلا إلى السادة الضباط السيد العميد والسيد العقيد، والشكر موصول مرة أخرى إلى مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية. برنامج مع الناس انتهت حلقته لهذا اليوم، نلتقيكم بحلقة أخرى. عافانا وعافاكم الله، في أمان الله.